مسيرة احتجاجية اليوم قررتها النقابة الوطنية للتعليم منضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا اولا على الاوضاع ديال المدرسة العمومية، لان معركتنا الاساسية معركة الدفاع عن التعليم العمومي وعلى حق بنات وابناء شعبنا في تعليم عمومي جيد ومجاني. كذلك في قلب هذه المعركة ديال المدرسة هناك المطالب العادلة ومشروع عادل للنساء ورجال التعليم اللي اليوم خلق احتقان وغضب في الاوساط ديال الشغيله. كنعتبروا بانه الحكومه يجب ان تتوفر على الاراده السياسيه للاستجابه لهذه المطالب، وعلى راسها طبعا مراجعه وتعديل النظام الاساسي بكل مواده اللي خلق اشكال، بما فيها طبعا زياده في الاجور لاعاده الاعتبار لرجل التعليم وامراه التعليم، لانه للاسف مهنه اصبحت في ديل ترتيب الأجور في الوظيفة العمومية وما لا يمكن أن نقبله. وبالتالي فالإصلاح ديال المدرسة العمومية مرتبط ومدخله الأساسي هو إصلاح أوضاع نساء ورجال التعليم ماديا واجتماعيا ومهنيا. بالفعل توصلنا بقرارات ديال المنع في كل الجهات، لكن احنا كنعتبروا بأن الاحتجاج حق مشروع، هذا حق دستوري، حق اللي كتضمنوا المواثيق الدولية، وبالتالي ندين ونستنكر كل هذه الأشكال ديال المنع. وأكيد احنا مصرين على تنفيذ وحقنا في الاحتجاج بشكل سلمي بشكل مسؤول للتعبير عن رسائل، كيف ما قلت هي رسائل حول المدرسة العمومية وحول كذلك أوضاع نساء ورجال التعليم. ويتمكن ماكل المنعي يعيشوا ضربا ممنهجا للجوء